السلام عليكم، مرحبا بإخوان متابعي قناة محترف الأنميات. إذا في هذا الفيديو نشوفه سبب انخفاض الأرباح ديال القنوات في سنة 2022. إذا الإخوان باش نتعرفوا على الأسباب ديال انخفاض الأرباح ديال قنوات اليوتيوب فبطبيعة الحال السنة الجديدة، فالأسباب بسيطة وسهلة. فمثلا غادي تدخل القناة ديالك فغادي تلقى أن عندك فيديوهات، ولكن هاد الفيديوهات في سنة 2022 غادي تبدأ تموت تدريجيا بسبب الفلتر اللي كاين في اليوتيوب، وكذلك بسبب العنوان ديال الفيديو، لأن بعض العناوين إلى دخلنا مثلا القناة ديالك، غادي ندخلوا القناة مثلا، دخل أي عندك شي قناة في اليوتيوب ديالك، فغادي تدخل مثلا استوديو يوتيوب، غادي تدخل المحتوى وغادي دير ريسيرش هنا في القناة ديالك، وغادي دير 2000 مثلا، حنا في 2022 انت غادي دير 2021، فغادي تطلع لك الفيديوهات اللي هي بعناوين 2021. غادي تلقى بعض الفيديوهات اللي عندها عناوين 2021، كما تشاهد معي هذا الفيديو هذا عنده عنوان 2021، فكاين فيديوهات اللي كثيرة عندها العنوان ديالها 2021. فهاد 2021 خصك اما تقوم بالضغط على الفيديو، اما غادي تحذف هاد 2021، يعني تحذفها، ولا انك دير السنه الجديده اللي هي 2022. على سبيل المثال انا ندير واحد التجربه على اي فيديو، يعني باش ما نطولش عليكم بزاف في هاد الفيديو، نشوفوا شي فيديو عندنا هنايا، لان تقريبا اغلبيه الفيديوهات انا اللي عندي يعني غيرت لها العناوين، وكاين بعض العناوين اللي حذفت هذيك 2022. غنشوفوا اي فيديو مثلا عندنا هنا، ها هو هذا الفيديو مثلا، فهذا الفيديو هذا 2021، فنحاولوا هذا 2021، اما اننا نديروا السنه الجديده بهذا الشكل 2022، ولا كاع نحذفوا هذا 2021، وكذلك هنا نحذفوا 2021، يعني في الوصف كذلك غادي تحذف هاد 2021 دير 2022، وهكذا غادي دير حفظ. مني كدير حفظ تلقى ان الفيديوهات ديالك غادي تطبق عليهم هاد العمليه كامله، باش انك تزيد ترفع من المشاهدات ديال الفيديوهات للسنه ديال 2022. والمشكل كذلك المشكل الثاني اللي كيسبب انخفاض ديال الارباح هو ان الفيديو كيكون عنده تقريبا يعني الفيديو نتاع عندك بعض الفيديوهات اللي عندها مشاهده، مثلا الفيديو كيجيب لك مثلا مشاهده كبيره، فكيكون داك الفيديو تحط في واحد السنه ديال 2020 ولا 2021. فالناس دابا ملي كتجي تبحث في اليوتيوب، مثلا نمشيو اليوتيوب، الناس مثلا كتجي تبحث، فمثلا غادي دير مثلا اي يعني تكتب اي حاجه، مثلا تكتب مثلا نديرو شي كلمه مثلا هذه، فمثلا نديرو نفترضوا انك درت انت شي فيديو على الضحك، مثلا الفيديو ديال الضحك كان يجيب لك يعني مشاهدات كبيره، ولكن في هذه السنه ما بقاش يجيب مشاهدات كبيره، يعني انخفضت الارباح ديالو، والسبب هو ان هذا الفلتر اللي كاين هنا في اليوتيوب. الناس ملي كتجي تبحث على الفيديو كدير السنه الجديده، يعني هذا كدير هذا العام، هذا العام، وكدير التطبيق. فهنا من غادي دير التطبيق هنا غادي يطلعوا لك غير الفيديوهات اللي عندهم يعني المده، يعني اللي تقريبا محطوطين في هذه السنه، كما كتشوفوا معايا حنا رحنا دابا في 8 يناير 2022، فهنا كما كتشوفوا هذا الفيديو عنده اسبوعين، هذا الفيديو قبل 16 ساعه، هذا الفيديو قبل 3 شهور، فهنا كيبداو يطلعوا الفيديوهات، يعني هذا الشخص اللي كيدير الفلتر. فاحنا دابا دخلنا في السنه الجديده تقريبا ب8 ايام، فهنا الفيديوهات كيبقاو يطلعوا فقط الفيديوهات اللي حداث، يعني الفيديوهات اللي جداد. فهذا هو السبب ان اللي كيخلي القناه ديالك كيهبطوا المشاهدات ديالها، وكي الارباح كتنقص بزاف، لان هذا الفلتر هذا كيأثر على اغلب، مثلا نفترض ان عندك 300 فيديو ولا 200 فيديو او 400 فيديو،
فهاد ال 400 فيديو ولا 300 ولا 100 فيديو، فبطبيعه الحال غادي يعني واحد ال 50% ديال الفيديوهات اللي غادي تاثروا بهذه العمليه ديال البحث. وكذلك بالنسبه للعنوان كما هضرنا في الاول، خصك تغير العنوان الا كان عندك شي فيديو فيه 2021 ولا 2020 ولا 2019 ولا 2000، فخصك تغيره الى لاضات يعني ديال يعني السنه الجديده يعني 2022. فهكذا غادي تحاول انك تزيد من فرصه يعني المشاهدات اكثر وكذلك ارباح اكثر. اذا اخوان، هذه الاسباب اللي كتخلي دائما القنوات ديال اليوتيوب في السنه الجديده كتنخفض الارباح وكذلك كتنخفض المشاهدات. اذا اتمنى ان الفيديو كان نال اعجابكم، وما تنساوش ديروا لايك للفيديو والاشتراك في القناه، والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.